هو ده حب الجماهير. وعشان كده كابتن نادر السيد عامل الدخول فري، وايضا عامل قرارات عديده، وعندنا النهارده كتيره كلكم بتحبوها جايين من كل مكان في الدنيا عشان يكرموا نادر السيد. المباراه ان شاء الله بين منتخب مصر 98 تحت قياده والعالم تحت قياده الكابتن رابح بجير. والان لحظه التكريم ولحظه الوفاء، الكابتن نادر السيد. نادر السيد. كابتن نادر السيد مع اولاده الثلاثه احمد وجودي وتمارا. حيوا معايا كابتن نادر السيد. ودلوقتي هنلعب ان شاء الله عشان تتمتعوا بالمباراه، مباراه منتخب مصر تحت قياده الكابتن جوهري اللي شرفونا بوركينا فاير. وغيرها جاءوا ليقولوا نادر السيد شكرا. من جنوب افريقيا جاء مارك بيش، وجاء زفير بيا من تونس، ومعه منير بوقديده، جاء الكثير والكثير من النجوم، جاء فهد خميس من الامارات، جاء موسى صايب من الجزائر ومغاليا معه، ورباح ماجر جاء من عمله في الدوحه في قطر ليقول شكرا، جاء خليل فديجه من السنغال، ونور الدين نايبت من اسبانيا رغم انه مغربي، وجاء العديد والعديد من النجوم. جاء ايمانويل امونيكي ليقول نادر شكرا. نادر دينو باجيو جاء من ايطاليا، عبد الحفيظ تصفاوت جاء من الجزائر، وزبير بيا، علي بومنيجل الحارس الدولي التونسي الشهير، ورياض عزيزي، والكثير من النجوم، صلاح الدين بصير او بصير صلاح الدين النجم الشهير، هذا هو جمال الامام، نجم المغرب، ويوسف شيبو المغربي، وعزيز بودربالة مواليد 60 يقترب من 50، مواليد 26 ديسمبر 60، عنده 48 سنة بسم الله ما شاء الله، وما زال كما هو. هذا فضيل المغاريا النجم الجزائري بودربالة، لعب الوداد المغربي وسيون السويسري وليون الفرنسي واستوري البرتغالي وسنغال السويسري، الآن هو موجود. وجاء مصطفى حجي النجم الشهير المغربي، والأنوار عادت بنزول نادر السيد إلى سماء استاد القاهرة. جماهير قليلة ولكنها مستمتعة بهذا المهرجان، بهذا اليوم، يوم نادر السيد. كالعادة منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض، على فكرة خدوها جد جدا، ده النجم هادي خشبة، ودي لقطات ما قبل اللقاء في المعسكر في الأوتوبيس، والكابتن الجوهري أعاد تقمص شخصية المدير الفني من جديد بعد أن ودعها منذ سنوات، ومعه جهازه المعاون وباقي اللاعبين، وكأننا في مباراة رسمية، ولكن هذه طبيعة الجوهري وجهازه المعاون. أيضا النجوم والضيوف الكبار الذين جاءوا اليوم لتحية نادر بقيادة مغاريا، زبير بيا، علي بومنيجل، جوزيف بيل أنطوان، الكثير والعديد من النجوم والصور التذكارية. نادر السيد نتكلم كتير عن نادر السيد ابراهيم المولود في 31/12
1972 في كفر الصالحات المنصورة، ده أهلية المصري الجنسية اللي متجوز من مدام منى بتاريخ 26/4/2000، الأب لجودي اللي أتت إلى هذا العالم عام 2001، وأحمد اللي قدم 2003، ثم تمارا 2004، وفي انتظار الرابع بإذن الله. نادر السيد المصري الجنسية ومعه أيضا جواز سفر بلجيكي. ما زال وزنه كما هو 80 كيلوغرام، وطوله بالتأكيد لما تغير 1.86 متر. نادر السيد الحقيقة خريج كلية التجارة، وحقيقة له العديد من الإسهامات في كرة القدم مع منتخبنا الوطني للشباب، مع منتخبنا الوطني الأولمبي. على فكرة البعض جاء من الخارج، البعض جاء من بلجيكا لتحية نادر ووداعه ك